عملية انقلاب في الحكم في تركيا. الخبر ده المتصدر اليوم، يعني المشهد وكل وسائل التواصل الاجتماعي. ايه هي الحكاية بالظبط؟ اهلا وسهلا بيكم، بتمنى لأول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، والضغط على اللايك. بعد انباء عن مخطط انقلاب جديد في البلاد في تركيا، تصريحات نارية لوزير الداخلية التركي. توعد وزير الداخلية التركي علي إبريلي كايا من يتحدون مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة، وبيحاولوا تنفيذ لعبة على رئيسنا وحكومتنا وسياستنا بعقاب هيكون شديد جدا من نوعه. وقال كايا في منشور لي على منصة إكس: من يتحدون مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة المنظمة هيحاولوا تنفيذ لعبة على رئيسنا وحكومتنا وسياستنا باتخاذ تكتيكات منظمة جماعية إرهابية وبدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا سوف ندمر ألعابهم والفخاخ التي نصبوها لنا. وبيضيف: تحت قيادة رئيسنا مش هنتسامح مع منظمات الجريمة المنظمة والإرهابية وقطاع الطرق في المناطق الحضرية وتجار السموم والمخدرات أيضا اللي أصبحوا عصابات دولية ومهربي المهاجرين المنظمين دوليا والهياكل غير القانونية والمراكز الإجرامية المرتبطة بأجهزة المخابرات الأجنبية، ومش هنتسامح أبدا معاهم. وتوعد الوزير كل من بيحاول منع كفاحنا واللي عايز يسود بنظامه المظلم من خلال تكتيكات الشاهد السري، فإننا ندمر نظامهم وسنستمر في تدميره. طبعا هو كده بيعلن عن عملية الانقلاب بطريقة رسمية، وبيقول انه اذا كان في هيكل بنية داخل اي مؤسسة تستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياستنا، هنوصل اليها في النهاية وهنحدد تلك الهياكل ونقدمها للعدالة. بيشير الى انه هيتم الانتهاء من تقرير المفتش المدنيين ذو الصلة في وقت قصير جدا، وهم بيقوموا بفحص كل خطوة ويتم اتخاذها، وهيسجلوا الهاتف واحد تلو الاخر، يعني هيشاركوا التقارير ايضا مع الشعب بكامل تفاصيلها، وسنفعل ما هو ضروري كل ما هو ضروري. وختم كايا منشوره لتوجيه رسالة الى الشعب التركي قائلا: لترتاح امتنا الحبيبة، كما دخلنا أوكار الخونة في القتال ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية BTO ومنظمة فتح الله غلان، فسوف نقوم بالعثور على هذه المراكز الإجرامية وإخراجها من كل حفرة بتختبئ فيها في البلاد. وبتأتي تصريحات وزير الداخلية التركي كايا يعني بعد حملات اعتقال كبيرة مكثفة العناصر من جماعة غولان، شملت 3 منهم مدراء شرطة كانوا بالعاصمة التركية أنقرة، وبعد شهادة في قضية مافيا لشاهد يعني شهد على العملية. وتم الحديث في وسائل إعلام مقربة من الحكومة بأنه تم الكشف عن مخطط انقلاب في البلاد، وطبعا كده تم يعني التحدث عنه رسميا والإعلان عنه. بيذكر أن تركيا شهدت من يوم 15 يوليو أيضا في 2016 كانت محاولة انقلاب عسكرية فاشلة لمجموعة من ضباط القوات المسلحة، تم قتل فيها نحو 60 شخص وأصيب العشرات. ودي تاني عملية محاولة للانقلاب في تركيا يعني أمس، وطبعا كانت المحاولة السابقة في 2016 والاثنين فشلوا. بنتمنى الخير لكل الدول العربية، وحفظ الله الأمة الإسلامية.